يا رب يا رب دخلك بان. الله اكبر الله اكبر فوق كيد المعتدين، لقد فعلتها يا بني. او شيت اي ديد ات. ماسك ايه؟ حلو حلو قوي رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم بقى ليه ده احسن منه، المفروض كان يحط صوتي مكانه، بس يلا خير ربك لما يريد. يا مسهل يا مسهل، حاجة عندنا السلاح والبدلة والمسك. يا مسهل ايه ده القرف ده، استفتحها وحشة اوي. ليه 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 معايا اصلا؟ الله اكبر الله اكبر بسم الله. جبنا الشنطة يا ولاد، بداية حلوة بس مش زي اللي فاتت بقى، عايزين كده على طول كل مرة حاجة حلوة كده. انا مش متفائل بالفتحة دي، شفت قلتلكم مش متفائل. والله كان قلبي حاسس. اعمل بيها ايه يعني؟ اسحب بيها مثلا؟ استغفرك رب حبيبي واتوب اليك. انا بقول لك شنطه مش مناخير، هات لي بقى البدله. طب السلاح؟ طب اي حاجه. طيب ايه الباراشوت ده يا جدعان؟ هو انا هبقى طيار؟ ده انا هشتغل طيار مش هتجيبولي كميه الباراشوتات دي. كسك اليد انا بقوله ما تجيبليش باراشوتوته. الله حلو متر ريال. بس يا ابني ريال ابعد. بص اهو قلت لك استناد ان الرجل ما تجيبليش باراشوتات وجبتها. ده انت عيل خنزير. يا مسهل يا رب بقى السلاح، يا رب السلاح، يا رب يا رب ده خلبان. الله اكبر الله اكبر فوق كيد المعتدين، لقد فعلتها يا بني. او شيت اي ديد ات. جبت السلاح يالا، جبت السلاح يالا يا عمتي امك. وعملنا انجاز كمان، ايه العظمه دي؟ الله هو اكبر فوق كيد المعتدين. حاسس كده اموشن كده يا جدعان، فشيخ بصراحه. هادي النبي عقبال ما نطوره ان شاء الله للليفل الاخر، مع ان انا عارف ان ده مستحيل بس يلا كلها طموحات واماني. نجيبه بقى كده. شفت يا ابن العظمة المناخير، شوف حتى شكلها عر، والله العظيم شكلها عر. ايه ده؟ شوف الشنطة بقى، حاجة آخر إجرام. أنا كان معايا ماتريالية وطلعت لي واحدة، يبقى كده هنطوره. وأدي تاني إنجاز أهو في السكة ولسه معايا. يلا رياض بخختين، أنا أطور عشان أنت بخختين. حاجة يعني الملك سلمان على الآخر بصراحة. بعد يا جدع تلاتة يعني يطلع لي ام فور تاني نطوره على طول، عايزين حتى نوصل للكل مسج يا اخوانا. حاجة عدل حاجة عدل يا رب. غلبان والله، غلبان غلبان وطيب، اتحط على الكتاب. اه والله حتى سألت برضه. هلو انا لو هشتغل بس يا جدع وبرضه باراشوت. هلو ده احا احا والف احا، مؤاخذة في اللفظ يعني، الحاجتين اللي مش عايزهم يجولي.
لا مؤاخذة يا اخوانا على اللفظ، انا عمري ما شتمت. وبتصدق عندي اي حاجة؟ ده انا شيخ، المعروض عليا ان انا ابقى شيخ الاثر بس انا رفضت. واضح ان الشخصية بقت متقمصة مع الجوكر. يلا يا رب نوصل بس يطلع لي مفوت تاني. اي حاجه بقى مصر يا جدعان، والله ده يطلع لي مصر. الله اكبر، ما تطلعليش الماسك البدله. الله اكبر. وماتريال هي كمان، ايه العظمه دي؟ لا دي احسن حاجه فتحتها النهارده والله العظيم يا جدعان، دي احسن مره فتحت فيها. الله اكبر، ده انا هبقى الفاتح بامر الله. الحمد لله الحمد لله، فضل ونعم من عند ربنا يا رب. الماسك بقى، الماسك بيجيب لنا كل حاجه. الماسك لو طلع هو ايه ده؟ ايه، اللعبه فرحتني شويه وبعد كده قالت لي ها ايه؟ ما خلاص عرفت برضو. ايه في ايه؟ برضه برشا توتو. استغفر ربي واتوب اليك. لو الماسك كمان يطلع تبقى عظمة. ما كده اتجوزت. والله. ماتريالية. طيب ايه ده؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ ايه ده؟ الصوت راح فين؟ ما علينا يا موحي، اهم حاجة يطلع لنا الماسك. الماسك يا اسطى، الماسك يا اسطى، الماسك يا اسطى، الماسك يا بابجي يا خرا، الماسك برضو؟ ده ازاي ما عدل شكل هيسبب لكم دلوقتي؟ كيس كيلادو نلبولو يا بابجي يا حمورو، ما تجيبليش برا شطوطو. والسلام عليكم وبركاته. ابوكم. طب بدل البخاخات دي جيبوا لي ماتيريال، يعني ايه الفضه دي؟ ايه يا جماعه وانا هبقى تاجر فضه؟ هتقولي حاجه عدله. الماسك يعني حاجة كده، الماسك بس طلع لي 3 ام 4 مرة واحدة كده، حاجة حلوة يعني. ايه ده؟ ايه في ايه؟ ده انا طمعت قوي. استغفرك يا رب يا حبيبي واتوب اليك. يا رب بقى يا رب. الماسك يا اخوان، الماسك عشان البدلة تكمل. الماسك الماسك يا جدع. ايه ده يا عم؟ بخاخات ايه؟ وانت شفت حد ان انا هشتغل نقاش؟ يعني مره يجيبوا لي باراشوت هشتغل طيار، مره يجيبوا لي بخاخات هشتغل نقاش، في ايه؟ هتقولي الماسك عشان ابقى سفاح. ايوه مسهل. الماسك بقى، الماسك ماسك يا جدعان، ده انا لو بطلب مليون دولار مش هيقول لي اسهل من الماسك. ايه حلو، حلو قوي. رضا رضا، بس برضه عايزين الماسك. حلو قوي، جميل جميل جميل. عاش فشخ، عاش عاش عاش، الله ينور. الحمد لله انا راضي، راضي يا رب بكل اللي تجيبه يا رب، بس اهم حاجه الماسك يا رب، الماسك يا رب، الماسك. وعايز اطور بتاع ده الكلمه مسج، حاجه بسيطه يعني. يطلع لي كام؟ يطلع لي ام 4 كمان مره. تمام، بعد كده عملنا انجاز كمان اهو، كده خلصنا انجازات التطوير. حلو قوي رضا. الماسك بقى والكلمه مسج.
يا موسى يا موسى، سا 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 ساحل يا رب، ليه كده؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا عملت ايه في دنيتي؟ اوبا، شوف انا لسه كنت جاي اقول انا عملت ايه في دنيتي. يا الله، عملنا لك كل مسج يا اخوانا، الكل مسج. يعني هات الكل مسج يابا. بص هتلاقي ده مؤاخذة، يكون بعدين بعدين، ابعد بس دلوقتي بنطور. كل مسج هبهركم هبهركم ان شاء الله. نكمل لحد ما الصندوق ده يخلص. الله يا جدعان، والله العظيم فلوسي حلال يا بابجي. يعني انا لو تاجر مخدرات هقول لك ما تجيبليش حاجه، بس انا والله فلوسي حلال. ماسك صيدليه وفلوسي جايه من ادويه محترمه، تمام، محترمه ومصرحه. مالكش دعوه بالفيجرات، مالكش دعوه، دي مصرحه. والله العظيم يعني، وبدي الحبايه في وقتها، يعني بنوصف الجرعات صح. ففلوسي حلال وربنا، فلوسي حلال يعني، وربنا شاهد على كلامي. فهاتولي بقى الماسك، هاتولي الماسك، الماسك يا اسطى، الماسك. والله قلبي حاسس ان هو مش هيطلع لي، مش عارف ليه، بس اهو ادينا بنأمل. نفتح ولا بلاش؟ نفتح نفتح، يلا ربنا يسهل. ليه 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 ما كانتش البدلة؟ ليه ليه ليه؟ كان الماسك مكانها كنا خلصنا. يا الله، بس يلا والشنطة تاني كمان. ايه يا جدعان، انا عايز حاجة جديدة، حتى الموتوسيكل ما طلعش. براشوتو برضه، براشوتو ده انت لعبة خنزروتو. استغفرك رب حبيبي واتوب اليك. ايه ده، هات الباراشوت احسن يا عم، بدل الفضه المعفنه دي. نشوف اخرتها. يا جدعان انا ما طلعليش الماسك في الفتحه دي، خلاص يعني، خلاص بقى، الله يبقى ربك رايد حاجه تانية. يلا شويه ماتريال، ايه اكيد ماليش نصيب في الماسك. خلاص نفتح كده يا رب، نجيب اي حاجه. الله اكبر، يس كينج بوخر، اي ديد ات ماذا فكر. كده نطوره ان شاء الله لايه، ليفل 5 مش كده؟ بس مش دي اللسان، دي مش اللسان، لا دي اللي هو هتبقى البق كده من غير اللسان. سلام ابو الامصاك، ملناش نصيب، بس حته ماسك فاجر يا دين النبي، كانت هتبقى بدله خرافه، عظمه على عظمه. يلا تعال نطوره خلاص بقى لليفل 5. حلو قوي، على الأقل الشكل هيبقى معقول شوية، ويبقى حاجة عظمة كده، تدي الواحد ضربة في نافوخه كل مسج كده يعملها على نفسه على طول. يلا ما عادش فاتح تاني بقى، اللسان ده كان يقعد يتلحس عليهم يعني، ولا يعمل ايه؟ ما علينا معي. يلا كان معكم أخوكم الجوكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.